عندنا المقادير بتاعته. بسكوت القمح عبارة عن 300 جرام من الدقيق الحبة الكاملة، تمام، اللي هو بيبقى بشكله بالشكل ده، اللي بيبقى الردة بتاعته موجودة جواه. ال 300 جرام دول بيعملوا حوالي كوبايتين ومعلقتين كبار، تمام؟ يبقى 300 جرام من الدقيق الحبة الكاملة بما يعادل كوبايتين ومعلقتين كبار. عندنا معلقة كبيرة من الشوفان المطحون اللي هو دقيق الشوفان، 75 جرام من السكر البودر يعني حوالي نص كوباية إلا معلقة، تمام؟ 130 جرام من الزبدة الباردة، والزبدة تكون مملحة، يفضل يعني يكون الزبدة مملحة، لو هنستخدم زبدة عادية متوفرة عندي في البيت فهحط ملح مع العجين، تمام؟ 130 جرام يعني حوالي نص كوباية من الزبدة، ربع كوباية حليب، ومعلقة صغيرة ممسوحة صغيرة من البيكنج بودر، تمام؟ دي المقادير، مقادير سهلة وبسيطة. وتعالوا بينا يلا ايه نشتغل على طول. دي الحبة الكاملة او دي القمح الكامل موجود ومتوفر في السوبر ماركت. وتعالوا بينا يلا ايه نشتغل. هبتدي احط الدقيق ومعاه معلقه كبيره من دقيق الشوفان، واحط معاه بيكنج باودر، وزي ما قلنا لو الزبده مملحه فانا مش هحط ملح، اما لو الزبده عاديه ما فيهاش ملح فانا هحط حوالي نص معلقه من الملح. الزبده هنا بارده، وهبتدي بقى بايديا اعمل ايه، ابتدي كده افرك الزبده مع الدقيق بايدينا، مش محتاجين ولا عجان ولا مضرب ولا اي حاجه خالص. نقعد نفرك بقى الزبده مع الدقيق بايدينا لغايه ما ايه نوزعها كويس قوي قوي في الدقيق. طبعا حراره ايدينا هتبتدي تفك كده الزبده وتتوزع تمام التمام في دقيق الحبة الكاملة أو دقيق القمح الكامل. تحسي بقى ايه وانت شغالة كده ان الدقيق بدأ يرطب، الدقيق بدأ يتشرب الزبدة. بصوا كده قوام الدقيق بتاعنا بقى عامل ازاي، بقى مرطب، حسوه مبلول شويه، ده طبعا تاثير الزبده، حاولنا ان احنا نخفيها تماما جوه الدقيق. احنا كده زي الفل. تيجوا بينا بقى نخلط السكر البودر، قلنا السكر بودر كده ايه منخول، دايما كل ما نستخدمه يكون منخول عشان ما يكونش فيه اي تكتلات. وتعالوا ناخد اللبن، بسم الله، اللي هيلم معانا العجينة. انتوا متأكدين ان مقدار اللبن مظبوط؟ تمام. هايل. احنا نحط اللبن لغاية ما نلاقي كده ايه العجينة بتاعتنا بقت عجينة سهلة التشكيل. دخلوا لي معلش لبن تاني يا جماعة. محتاجين بس العجينة تلم معانا. ايه ده البسكوت اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي، بس ده محتاج يعني شوية لبن صغيرين عشان نلم العجينة ونقدر نشكلها. وده اللي جاهز على التسوية، بعمل له كده اخرام بسيطة خالص بالخلة الاسنان عشان ندخله بقى ايه يستوي. هتلاقوا معانا النهارده كل التسويه على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني. تمام. عجينه محتاجه معايا معلقتين من اللبن زياده، حطيتهم لها مفيش مشكله، اهم حاجه في الاخر اخد النتيجه دي وتبقى العجينه معايا سهله التشكيل. تعالوا بينا بقى
زي ما عملنا في البسكوت الاولاني هنجيب كيسين ثلاجه مفتوحين. عايزين نبص كده الاخبار، تمام شغال. كيسين ثلاجه مفتوحين علشان نقدر زي ما قلنا ان احنا نفرد ما بينهم العجينه ونقطع براحتنا ونشكل براحتنا. يفضل ان انا احط العجينه في الثلاجه نص ساعه ترتاح عشان اطلعها افردها فتتفرد معايا بكل سهوله. تمام زي الفل. احنا هنشتغل باللي احنا عاملينها مع بعض عشان يبقى كله واضح وظاهر، العجينه من الالف للياء. تمام ويلا بينا بقى. ايه بس في البيت طبعا هنسيبها ترتاح في الثلاجه عشان تشد كده ونعرف ان احنا نتعامل معاها كويس. هنفرد، هفرد الاول بايديا كده شويه وبعدين بالنشابه. شايفين لون البسكوته تحفه. زي ما قلنا هنفرد كده بسمك يعني اقل من نص سنتي، حوالي 3-4 مللي. نحاول نحس العجينه واحنا شغالين بايدينا وصلنا للسمك اللي احنا عايزينه ولا لا. بقطع مدوره عادي جدا زي اللي بنشتريه بالظبط من بره. زي ما اتعودنا هنخبز في الصاج، يبقى الصاج مدهون عندنا بالدهن خفيفه بالزيت كده. حلو قوي. ونجيب الصاج بسكوت القمح الكامل او الحبه الكامله بعد ما عملنا له كده خرام صغننه كده بالستكس. تعالوا نحطه يلا في الفرن برضو على نفس درجه الحراره، على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني. وهنا ما دهناش حاجه، احنا مش محتاجين نحط حاجه. التاني كان ضروري ندهن علشان لما نحط اي نوع سواء كمون بقى جبنه اي حاجه تلزق على البسكوته. وتعالوا ندهن بقى الصاج يلا بالزيت ونبص اللي احنا عملناه. واخدين بالكم دي العجينه اللي احنا عملناها مع بعض على الهوا، العجينه تحفه ومتماسكه والدنيا زي الفل اهي. البسكوته طالعه 10/10. هنرص بقى في الصاج بتاع الخبز وزي ما عملنا في اللي قبليها ان احنا بنجيب الستكس ونعمل فيها خرام بسيطه خالص كده بالشكل ده عشان تبقى جاهزه معانا ان احنا ندخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 170. في كمان دلوقتي في محلات اللي بتبيع خامات الحلواني بقى في بصمات وعليها اشكال والوان وحروف وحاجات زي كده، تقدري تستخدميها برده هتبقى لطيفه جدا. هايل. هنستنى بقى الصاج اللي جوه يطلع عشان ندخل دي. وطبعا العجينه في اي نوع بسكوت احنا شغالين فيه العجينه اللي بتفيض دي بنلم ونرجع تاني نحطها على بعض ونحط ونفرد ونقطع وهكذا لغايه ما نخلص كل الكميه. ما تنسيش تفردي على كيس بلاستيك مفتوح علشان يبقى سهل معاكي تفردي وسهل انك انت تشيليها من على الكيس. بس في الفرن شغال، تعالوا نبص عليه بصه الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هايل تحفه جدا جدا. فاضل له بس سنه لون بسيطه احنا ممكن نبينه اكتر. يلا بسم الله. بصوا معايا اهو، فاضل له لون بسيط خالص ونطلعه. انا هلف الصاج زي ما قلنا. بسم الله ربنا يستر. يلا يعني قدامه دقيقتين اتنين وهيكون جاهز معانا ان احنا نخرجه. بسكوت
زي ما شفتوا الطريقه سهله والمقادير كمان بسيطه، وان شاء الله النتيجه تعجبكم جدا جدا. زي الفل. التاني كمان، التاني محتاجين نلف الصاج. زي الفل ما شاء الله. اكيد طبعا من شكله عرفتوا انهي بسكوت اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت اللي بيبقى غالي ده، اهو ده الطلب مننا كتير، بسكوت النخاله. نكسرها مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شكله نفس اللون اللي احنا بنشتريه من بره، تمام، وتحفه مقرمش خالص اهو. بصوا الجمال ما شاء الله، وريحته حلوه حلوه قوي. يلا بقى جربوه قولوا لي رايكم فيه.